والآن مشاهدينا إلى بعض أبرز أخبار كورونا في أنحاء العالم. استأنف العراق الرحلات الجوية السياحية في غالبية مطاراته بعد 4 أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد. وأقلعت صباح اليوم 4 طائرات من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا. وكان الموظفون الذين يضعون كمامات وقفازات يتأكدون من فحوصات الركاب التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر. وأعاد مطارا البصرة والنجف الواقعان جنوبي البلاد فتح أبوابهما اليوم أيضا، في حين مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى 1 أغسطس. أما السلطات المغربية فقررت تقييد حركة السفر من مدينة طنجة خلال عطلة عيد الأضحى في ظل مخاوف من انتشار وباء كوفيد-19 بسبب التنقلات المكثفة التي يشهدها هذا العيد عادة. وطلب من الشركات العاملة في المدينة عدم منح أي رخص استثنائية تسمح لعمالها بالسفر خلال فترة العيد. وكانت السلطات قد أعلنت منتصف تموز يوليو إعادة فرض حجر صحي على طنجة، ثاني قطب اقتصادي في البلاد عقب ظهور بؤر وبائية، لكن الإغلاق اقتصر لاحقا على بعض أحيائها مع استئناف رحلات القطارات منها وإليها. وتضم جهة طنجة أكبر عدد من الحالات النشطة للمصابين بمرض كوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن قرابة 18,000 شخص في المغرب، توفي منهم 285. ونبه تقرير برلماني بريطاني إلى أن جائحة كوفيد-19 وتأخر الدعم الحكومي للقطاع الثقافي يهددان استمرارية عدد كبير من المسارح البريطانية ومنها مسرح كلوب الشكسبيري. وقد لحقت أضرار كبيرة من جراء الجائحة بهذا القطاع الذي يعمل فيه 700,000 شخص ويساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد البريطاني، إذ حرمته تدابير الحجر التي طبقت منذ 23 من آذار مارس الفائت كل مداخله، واضطر بعض المسارح إلى إقفال أبوابه نهائيا أو صرف موظفيه. وفي ظل ارتفاع معدل البطالة في إيران وتردي الأوضاع الاقتصادية، يجتهد الناس لإيجاد مهن جديدة يكسبون منها رزقهم اليومي. الفاتحة أونلاين أحد هذه المهن الجديدة، وقد فرضتها ظروف كورونا حيث منعت الناس من زيارة قبور أحبائهم والاعتناء بها، وتكفل مغامرون غرباء بالقيام بالمهمة. يقصد قبرا لا يعرف صاحبه، بل لا تربطه أي صلة سابقة به. لا غرابة في الأمر إن كان هذا عمله، فكل من يعجز عن الوصول إلى قبر صاحبه يتواصل مع رضا ليزوره نيابة عنه، عمل مستجد في زمن التقنيات الحديثة. لدي صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبرها يتواصل معي أهل المتوفى لتكليفي بزيارة القبر بالنيابة عنه. أحصل على مبلغ يتراوح بحدود 10 دولارات في كل مهمة. من أجل تأمين معيشته إذن يعمل بين القبور، رب ضارة نافعة لرضا، فعندما حل الفيروس زاد الإقبال عليه. فرض الوباء شروطه على كثير من تفاصيل الحياة اليومية، ومنع الأحياء من زيارة قبور موتاهم والاعتناء بها. رضا وأمثاله تكفلوا بالمهمة نيابة عن الخائفين، مما دفع المعنيين إلى تطوير خدماتهم وإسنادها إلى إدارة مقبرة طهران. منذ قرابة 2 عامين بدأ العمل هنا على إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تيسر زيارة القبور عبر الفضاء المجازي.
قطعات الشهداء مطهر الشهداء. باشرنا بتصوير مقابر الشهداء والفنانين والوجوه البارزة كمرحلة أولى. المشروع يسهل عملية زيارة القبور للبعيدين جغرافيا من المقيمين خارج البلاد وفي المحافظات الأخرى. مهن جديدة لكنها وجدت رواجا مع ارتفاع سقف المخاوف من كورونا وزيادة معدل الإصابات، خاصة وأن خمس وفيات البلاد ناجم عن الإصابة بالفيروس المقدرة بنحو 200 وفاة يومية بحسب وزارة الصحة. فباتت الفاتحة أونلاين خيارا متاحا عند الضرورة. ياسر مسعود، العربي، طهران.